إذن السلام عليكم تابعي قناة شوف تي في، أهلا من جديد في هذا البث المباشر. مازلنا متواصلين في تغطيتنا الإعلامية الحادثة ديال انهيار منازل المدينة القديمة بالضبط في درب الجران. البحث لازال متواصلا مشاهدينا، البحث لازال متواصلا على يعني الأشخاص العالقين تحت الأنقاب. هناك شخص لازال عالقا أو شخصين على حسب التعليق ديال الناس على ما أظن. نعود نفكرنا شنو طرا هنا اليوم. هنا بالمدينة القديمة كان واحد المنزل اللي تم الإخلاء ديالو من طلب السلطات، اللي هو كان منزل آيل السقوط، قدر يطيح في أي وقت. من بعد هذاك المنزل فهو اليوم مع تقريبا 7 ديال الصباح فهو طاح وجر معاه جوج ديال الديور اخرين. هذوك جوج ديال الديور فهما كانوا مسكونين فيهم الناس، بعد تدخل ديال الشباب والدراري الساكنه ديال الحي مشكورين المجهودات الخاصه ديالهم. قبل ما يعني شي في الصباح كي طاح تخرجوا الناس من الديور ديالهم بداو كيقلبوا بداو كيجبدوا، تمكنوا من يعني جبدوا اطفال، واحد طفله عندها تقريبا شي 4 سنوات، واحد الام كذلك جده يا عندها 90 سنه، وشباب كذلك واحد عنده 16 سنه. الان لا زال عالق واحد السيد ساكن في السفلي، يعني الدار ديالو هي الاخرى تحت عليه، الدار الاولى والدار الثانيه والدار الثالثه يعني هي اللي كان ساكن فيها وهو ساكن في السفلي. كما كتشوفوا الان فهما يعني واقيلا وصلوا ليه، جابوا الاكسجين في الاثناء الاكسجين ديال التنفس. كما قلنا مشاهدينا البحث لازال متواصلا على الأشخاص العالقين هنا. الشريف كما قلنا مشاهدينا فالبحث لا زال متواصلا، يعني نتمنى ان شاء الله ما يكونش هناك اضرار قوية، يعني لا قدر الله الشاب السيد اللي باقي عالق. فاحنا خدينا تصريح ديال الراجل الاخ ديالو كذلك الزوجة ديالو اللي كانت كتبكي. لا اله الا الله، لا اله الا الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا إله إلا الله. نتمنى إن شاء الله يكون ما نسمعوش هناك أخبار ديال الموت، يعني كل شيء كيترقب أنا الساكنة مجموعة ديال الناس هنا كاين يعني الترقب. البحث لازال معمقا وجريا، يعني هناك شخص عالق في هذا الأثناء كان ساكن في السفلي لازال عالقا. إليك الخط الزميلة فاطمة زهرة. شكرا لك زميل زكريا. مشاهدي قناة شوف تيفي، حنا الآن كنتواجدوا بالمدينة القديمة بدرب الجران. للأسف شديد كارثة أخرى بعد كارثة سباتة وكارثة درب مولاي الشريف، انهيار 3 ديال البيوت. الحمد لله لحدود ساعة مازال ما كاينش موتى ولكن كاينين ضحايا.
كنتمنوا ان السيد اللي مازال عالق تحت الانقاض انه يبقى حي ان شاء الله. كما كتشوفوا معنا التواجد ديال السلطات لا المحليه، رجال الامن، الوقايه المدنيه والكلاب المدربه من اجل البحث. غناخذوا نحاولوا ناخذوا تصريح مع احد ساكنه بالمنطقه. السلام عليكم. على 13 وعلى 9. السلام سي موسى، تفضل خويا. خويا عاود لينا الحلقه اللي واقع هنا هو انه هاد الثلاثه المدينه. احنا كجمعيه ديال المجتمع المدني اللي واقع هنا انه هاد المنازل هذه هنا كاين ثلاثه ديال المنازل. بالنسبه لجوج المنازل ما عندهمش القرار، يعني انه المنتخبين على مستوى هاد المنازل هذه كاين واحد التحرك اللي داروه سريع، يعني انه كاينه شكايه، كاين محاوله ديال انهم باش يحاولوا يجيو يعينوها اليوم. يعني كان واحد التدخل على مستوى المستشار ديال المنطقه اللي موسى كنا هضرنا مؤخرا الا كنت عرفتي يعني قبل ايام على هاد المنازل، اي السقوط ولا هاد المشكل، وخفنا لا توقع كارثه، وفعلا وقعت الكارثه. لما نقدروا نحملوا المسؤوليه ديال هاد الشيء اللي كيوقع بمدينه الضفه؟ المسؤوليه يتحملها المسؤولين على المستوى المركزي وعلى مستوى مدينه الضفه ككل، لانه التعامل يتم عن طريق التعامل الموسمي. يعني ما غنتسناوش تكون عندنا بحال دابا ملي وقع عندنا مولاي شريف، ركزنا على مولاي شريف وبدينا كنسرعوا في العام، وبدينا كنسرعوا في الوتيره، التسريع ديال الوتيره يجب ان يكون يعني على مستوى السنه ككل، يعني خصو يكون برنامج اللي نديروا التنقيل ديال الساكنه، ماشي نبقاو ناخذوا هاد الدار وناخذوا هاد الدار ونخليوها، تيتخصنا نحيدوا مجموعات، يعني انه كناخذوا واحد المساحه وكنديروا الافراغ ديالها والتنقيل ديالهم باش كنضمنوا الحمايه ديال الناس. اما الانتظار ديال انه مثلا ملي كنهضروا على ثلاثه المنازل هنا، وحده اللي كانت فيها القرار من 2012 ديال آيل السقوط وتم الافراغ ديالها ولكن ما تمش الهدم ديالها. يعني كيف ما قلنا انه الان كاينه مراسله وهذا للتسريع بالوتيره، ولكن من بعد موسم الامطار نقدروا نقولوا ان جميع المنازل ديال المدينه القديمه ان مهدده بالسقوط. ما يمكنش نقولوا جميع، لانه كاين اللي يسمح له بالاصلاحات، واقول يسمح له استر على بانه بقيام الاصلاحات، وكاين اللي ما كيتسمحش ليه بقيام الاصلاحات على اساس انه المنازل في المدينه القديمه هو انه الناس عندهم غير التزيينه، ما كاينش الملك. يعني ما ينايز واحد ال 75 حتى 78% هي تزيينه ديال المنازل، يعني الناس ما عندهمش ملكيات. تبارك الله، شكرا لك.